الله. ولكن من سيتأهل إلى المرحلة التالية بقرار لجنة التحكيم؟ تقول الحكمة يا محمد إن مفاتيح الأمور العزائم، واليوم عزيمة الشعراء عالية للغاية. نعم دكتورة نادين، المتأهل الذي استطاع إقناع لجنة التحكيم وحصل على 46/50 لهذه الليلة من مسرح شاطئ الراحة، يا ترى من هو أو من هي؟ لا أعرف، لكنني لا أرى ابتسامة على وجوههم. ولن ترين الابتسامة حتى أعلان النتيجة يا دكتورة. ها هي الابتسامة نراها على وجوه الشعراء، ستزداد أكثر مع الشاعر الذي سيتأهل بقرار لجنة التحكيم ويكون فارس أو فارسة هذه الحلقة. الأعصاب أتوقع أنها أشد من الحلقات السابقة. طبعاً. وذلك لأن أعداد الشعراء أكثر من الحلقات السابقة. ونقول مبروك للشاعرة أفياء أمين. ألف مبروك للشاعرة أفياء أمين. نبارك لك التأهل يا أفياء. أفياء، هلا ترجعي يا أفياء؟ تفضل. ابقي معنا على المسرح. من الفرحة يا أفياء. ها؟ لم أريد أن أخذ وقت الأصدقاء أيضاً، عفواً. نبارك لك من مرة أخرى يا أفياء. ما هي الدرجة يا محمد؟ النتيجة جاءت كالتالي: طارق الصميلي حصل على 43/50، ألاء القطراوي 45/50، علي العبدان 41/50، وأخيراً آمنة حزمون حصلت على 43/50. نبارك إذن للشاعرة المتأهلة. مشاهدينا، بإمكانكم التصويت لتختاروا شاعراً واحداً بدءاً من الليلة ولأسبوع كامل كي ينضم إلى شاعرتنا المتأهلة ويرافقها إلى المرحلة الثانية، وهم طارق الصميلي ورقم تصويته 8، ألاء قطراوي ورقم تصويتها 3، علي العبدان ورقم تصويته 10، وآمنة حزمون ورقم تصويتها 4. سادس أمسيات أمير الشعراء انتهت، وموعدنا الأسبوع المقبل مع ثاني حلقة من حلقات المرحلة الثانية. وفي الحلقة المقبلة نلتقي بكل من حسن عامر من مصر، شيخنا عمر من موريتانيا، قيس قوقزة من الأردن، عمر عناز من العراق، إيباء الخطيب من سوريا. كل الشكر لشعرائنا وللجنة التحكيم ولجمهورنا، وأيضاً لمتابعي قناتي بينونة والإمارات. تصبحون على خير ومحبة.